بحضور السيد محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى جانب عمدة مدينة طنجة، نظمت المدرسة العليا للتجارة والتسيير حفل تخرج دفعة جديدة لسنة 2013. نظمت اليوم المدرسة العليا للتجارة والتسيير حفل تخرج مجموعة من الطلبة والتي تتمثل في شعبات التسيير، شعبة التجارة، شعبة لوجيستيك وترونسبور، شعبة المالية، شعبة التسويق. أنا سعيد جدا حضرت لهذا الحفل هذا اللي تيختم واحد المسار دراسي ديال مجموعة ديال الشبان المغاربة. الحمد لله غادي نخرطوا في الحياة العملية. الحضور ديالي عنده واحد الإشارة ديال الاهتمام الحكومة بالتكوين وبإدماج العنصر البشري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. هي الشبان يعني الحمد لله نتمناهم أن التكوين ديالهم يمكنهم باش يولجوا لسوق الشغل يعني ويصقلوا المهارات ديالهم ويفجروا الطاقة ديالهم ويساهموا في البناء ديال الوطن ديالهم. إلى جانب تسلم الدفعة شهادات التخرج، كان للمتفوقين في مختلف الشعب حصة الأسد من الاهتمام، فبعد سنين من الجد والكد ها هم اليوم يعتلون منصة التتويج بحضور أهاليهم والأقارب. كنشكر الوالدين ديالي في المرتبة الأولى اللي هما اللي عاونوني، وكنشكر في المرتبة الثانية الكور بروفيسورال ديال لو اس جي اللي أطرنا في هاد لي 3 سنين، وفي الاخر كنشكر ميشيغ زامي كي مون انكوراجي كي جي باسي افيك دي بون مومون. مشوار دراسي ينتهي ليعطي انطلاقة مشوار البحث عن العمل، دفعة جديدة تنضاف إلى سوق الشغل بكفاءاتها، فحظ موفق للجميع. كي جرات العادة أن هذه المرة الثانية تنحضر لهذا الحفل ديال هاد خريجي هاد المدرسة العليا للتجارة والتسيير، وصافي بليزير أن تبارك الله كاين واحد الميزة خاصة عند هاد الطلبة تتعجبني بزاف، يعني حفل مختلف على السهرات اللي تنديروا على الحفلات. شيء جميل كتربط ما بين التتويج، لان كيبقاو طلبه غيتوجوا اليوم وكذا، شيء جميل تفرح معاهم تعيش معاهم الفرحه. هذه الخصوصيه ديال هذا العرض هذا. وقريه خمزينه فين راه كنا نقراو تبارك الله من قسم برا، راه البرد والشتا والعيال وحنا كليماتيزي في القسم.